انبسطتي؟ كتير منيح. انتي صوتك ليكن اجوا. اجت اختي؟ شو هالحلو؟ طالعه بتجنني، شو هالحلاوه كلها؟ لمعي، شايف اختك قديش حلوه؟ حلوه كثير، طالعه بتجنني. ليش لا؟ ومسشوره شعراتها، والله غريبه. بعديلي بدي فوت. ايه تفضلي. اهلا وسهلا. مسا الخير. كل هذا مشان السهره ما؟ أنا اللي أخذتها على الكوافيه. كيفك كريم؟ تمام أمي. ليش تأخرتوا؟ قلقتونا عليكم كتير، قلقت عليكم. شبك لمعي ليكنا أجينا. كيف السهرة؟ حلوة كتير. احكي لي بقى شو سويتوا هنيك؟ تعشينا وإجينا. المعازيم كتار؟ مو كتار. بسطتوا أختي؟ فوت ابني. كتير انبسطنا. إيه منيح، غيرتي جو شوي، منيح انك رحتي اختي. معك حق. بصراحة نحن كثير انبسطنا بهالسهرة. المعلم عادل جاب البزوق معه. بالله؟ غنينا ورقصنا. اوه كثير حلو. حبيتيها لكريستين لما شفتيها؟ اي حبيتها. ليلي، كيف قدرتي تتفاهمي معها؟ بالإشارة يعني؟ لا، كريستين بتعرف تحكي كم كلمة بالعربي، واللي ما بتفهمه بترجم لها. شربتي مشروب هني؟ لا ما شربت. فاطمة عملت شاي، صب لك كاسة معنا؟ اي بشرب. وانت ولا بدك فنجان قهوه؟ لا امي ما في داعي للقهوه، بشرب معكم شاي. تكرم عينك، خليكي انا بجيبه. قال مراد قدم افادته. انت مو معقوله. ايه بطل تحكي، شايف كيف عصبت علي؟ ايه معها حق، نبهناكي انه ما نحكي لهم لبكره الصبح. اكيد كذب مثلهم. ليش بيت رشدان بخلوه؟ طبعا انكر، اكيد ضغطوا عليه ولعبوا بعقله. كنت حابه ما تعرفوا لبكره الصبح، حتى أنا نبهت على الأستاذ نزير كمان مشان ما يخبركم. تأملنا على الفاضي، طلع مثلهم. لا، بس هالشي أكيد ما رح يخلينا نيأس. نحن رح نربح الدعوة. إيه أكيد. رح تقله للأستاذ نزير. ما في داعي ابني، بكرة الصبح بتحاكي. تعو منروح على المطبخ نشرب الشاي سوا هنيك. تعا حبيبي. ما حسنتي تسكري تمك وما تحكي؟ وشو فيها إذا قلت لهم هلأ ولا الصبح طالما إنهم رح يعرفوا؟ شو فرقت يعني؟ فيها إنك نزعتي لهم فرحتهم ميسر، كتر خيرك، ما قصرتي. هي معها حق طبعاً، نزعتي فرحتها للبنت. لازم تضربي كل شي عم بيصير هون، لازم تعرف قبل الكل. أنا عم أحكي لمصلحتها طبعاً لمعي.